بسم الله. دلوقتي هنتكلم على كليب ماسك. كليب ماسك بيخليني اخفي جزء من الشغل. يعني فرض مثلا ان انا عندي دايره في المكان دوت، وانا عايز اخفي الاجزاء اللي تحتيها، هقول له كليب ماسك، اقول له انا عايز اخفي عن طريق ان انا هديك اليمنتس، فهدي له الدايره ديت هيخفي اللي تحت الدايره. ممكن اقول له عن طريق ان انا هديك نقطتين، مربع مثلا عليه نقطتين بالشكل دوت، تمام، واخفي اللي تحت ديهم. ممكن حاجة كمان ان انا ارسم على هايبر لاين بالشكل دوت، ارسم زي ما انا عايز، ولما اخلص يخفي اللي تحتيه. طيب لو عايز اخفي الكليب ماسك اقول له كلير كليب ماسك، واروح ماسح كل حاجة.